السلام عليكم، أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي إسلام أبو الدهب، بشتغل مدرس وعندي قناة صغيرة على اليوتيوب. هقول لكم معلومة لازم تعرفوها عني. أنا مؤمن طبعا بوجود الجن لأنه مذكور في القرآن، بس كمان مؤمن إنه ما يقدرش يأذي أي إنسان إلا بإذن ربنا، والإيمان ده عندي من وأنا طفل، من ساعة ما كنت بروح الكتاب وأحفظ القرآن عند الشيخ عامر الله يرحمه. وعشان كده أنا طالع قلبي جامد، ما بخافش من أي ظواهر غريبة واللي بيسموها ماورائيات. طبعا أنا اتشهرت وسط أصحابي بالموضوع ده، إحنا كلنا 4 أصحاب من الطفولة، كبرنا مع بعض والدنيا ما فرقتناش، فضلنا على اتصال مع بعض، حافظنا على عادة جميلة جدا وهي اننا بنتقابل كل خميس على قهوة درويش بوسط البلد. احنا كنا متعودين نقعد عليها من ايام ما كنا في ثانوي، بس طبعا كل واحد فينا له حاجة بتميزه. انا هكلمكم دلوقتي عن اعز اصحابي واقربهم ليا، رأفت حجازي. رأفت ده كان مهتم من طفولته بموضوع الجن والأشباح، بيؤمن بيهم جدا، مقتنع بتأثيرها المباشر على الإنسان، وده طبعا لأن جده الحاج حجازي كان بيحضر جن وبيشفي ملبوسين زي ما هو بيقول، وعشان كده هو عنده إيمان راسخ إنهم ممكن يلبسوا إنسان ويمسوه ويزوه، وده طبعا كان نقطة خلاف كبيرة بيني وبينه طول عمرنا. رأفت اتخرج من كلية إعلام قسم صحافة، ده غير انه بيحب تأليف القصص والروايات. هو دلوقتي بقى اسم تقيل قوي في عالم الصحافة والتأليف. في آخر مرة اتقابلنا فيها كان يوم الخميس اللي فات، ساعتها قال لي: بقول لك ايه يا سمسم؟ قول يا صاحبي. انا بجهز تحقيق صحفي جامد جدا. تحقيق ايه؟ شوف يا سيدي، انا بعت للمتابعين والقراء بتوعي على وسائل التواصل الاجتماعي ان اي حد عنده قصة لها علاقة بالسحر او الجن يبعتها لي خاص، وانا ناوي اروح اصور معاهم عشان هعمل ملف صحفي كامل عن الحالات دي كلها، وهصيغ كل حالة في هيئة قصة، ولأنها قصص حقيقية طبعا هتعجب الناس جدا وهتأثر فيهم. طيب ما ممكن تكون كل الحالات دي كذب وتأليف من أصحابها، وما أعتقدش إنك ممكن تلاقي قصة يتقال عنها إنها حقيقية. طبعا لما قلت له كده الكلام ده استفزه جدا، فعرض علي عرض عجبني جدا، قال لي: طيب ايه رأيك انك تيجي معايا وانا بقابل الناس دي عشان تتأكد ان القصص دي حقيقية؟ بصراحة انا عجبني الاقتراح ده جدا، وخصوصا اني قلت له اني هحكي القصص دي على قناتي لو لقيتها قصص تستاهل، واني هعمل لها برنامج رعب خاص. هو طبعا وافق على الكلام ده، قال لي: خلاص اتفقنا. وقعدنا من يومها مستنيين اول قصة، وبعدها بيومين لقيته بيكلمنا على الموبايل وبيقول لي: يلا اجهز يا بطل، بكرة عندنا زيارة لناس عندها قصة. وفعلا تاني يوم كنا قاعدين مع الناس أصحاب القصة، وبدأنا اللقاء بعد تظبيط الكاميرا والتسجيل بتاع رأفت. أصحاب القصة دول كانوا عبارة عن أب وأم وبنتهم الصغيرة. بعد الترحيب بينا بدأ الأب بالكلام وقال: أنا اسمي إسماعيل أبو المجد، مهندس مدني، عندي 34 سنة، ودي مراتي مدام سحر مراد،
ودي بنتنا سارة عندها 6 سنين. قصتنا بدأت أحداثها من حوالي 3 سنين بعد تخرجي على طول. اتجوزت سحر وجالي عقد عمل في دبي وسافرت هناك. خلفت بنتي سارة وبعد حوالي 3 سنين ربنا كرمني وجاتلي فرصة شغل مهمة جدا في القاهرة. طبعا أنا قابلتها على طول، خصوصا إن سحر مراتي كان نفسها ترجع تعيش في مصر بعد ما والدها توفى وأخوها سافر برا مصر. والدتها بقت عايشة لوحدها ورجعنا مصر. اضطرينا إننا ننزل ضيوف عند والد سحر لحد ما أقدر ألاقي شقة نشتريها. وبعد شهر من التدوير ربنا كرمني بسمسار لقالي شقة لقطة، شقة في عمارة جديدة بأسانسير موجودة في منطقة الهرم في الدور الرابع. وكمان الشقة كانت متشطبة سوبر لوكس لأني كان عايش فيها أسرة قبلينا كانوا عايزين يبقوا الشقة. وفعلا أنا أخدت سحر ورحنا اتفرجنا عليها. كانت شقة تحفة، 4 أوض كبار وحمامين، واحد عمومي وواحد داخلي في أوضة. الشقة كانت بحري ومش مجروحة. تمنها كان مناسب جدا للمبلغ اللي معايا. حرفيا أول ما سحر مراتي شافتها عجبتها جدا، قالت لي إنها حاسة إنها هتبقى شقة العمر. والشقة كمان كانت على بعد نص ساعة من شغلي، وده بالنسبة لي ميزة مهمة جدا خصوصا مع زحمة القاهرة. وفعلا عجبتنا الشقة وقررنا ناخدها. اتفقت مع السمسار انه يظبط لنا ميعاد مع صاحب الشقة عشان نمضي العقد، وحددنا الميعاد بعدها ب3 أيام. كان راجل كبير في السن اسمه الحاج عواد، كان راجل محترم جدا بس كان متجهم ومكشر، كان باين عليه انه متضايق وهو بيباح. ومضينا العقد الابتدائي ودفعت عربون، واتفقت معاه ان المحامي بتاعي هيروح معاه يسجل الشقة في الشهر العقاري وندفع باقي تمن الشقة ونستلمها. بس اللي لاحظته ان ورق الشقة اللي كان معاه بيقول ان الشقة ده ورث. ساعتها انا ما فهمتش هو الراجل ده ورث شقة زي دي ازاي. حتى لما سألت السمسار قال لي انه ما يعرفش اصل الموضوع، فانا ما اهتمتش بالتفصيلة دي خصوصا ان ورق الشقة سليم. وكمان صاحب الشقة مش ودود لدرجة اني اسأله. وفعلا بعدها ب4 أيام كنا سجلنا الشقة ونقلت الملكية من الحاج عواد ليا، وديت للسمسار حقه وبقت الشقة دي بتاعتي. اتفقت مع واحد مقاول عميل عندي في الشركة انه هيغير لي دهان الأوض وكمان هيعيد السباكة والنجارة. وبما ان الشقة كانت اصلا متشطبة فما كانش فيها شغل كتير، كان كلها حاجات بسيطة ليها علاقة بالديكورات. وبعد اسبوع استلمنا الشقة ونزلنا اشترينا عفش بباقي الفلوس اللي معانا ونقلنا للشقة الجديدة، وحياتنا الجديدة بقت مستقرة. قسمت الشقة، أوضة النوم اللي فيها الحمام بتاعتي أنا وسحر، وأوضة نوم تانية لسارة، وأوضة الصالون وأوضة السفرة. طبعا الصالة حطينا فيها ركنة صغيرة وتلفزيون. عدى علينا شهر كامل في الشقة من غير أي أحداث غريبة، بس بدأت بعد كده الأحداث معايا في يوم من أيام الخميس. والدي سحر كانت تعبانة شوية. سحر قالت لي إنها هتروح مع سارة تبات معاها هناك، واتفقت معاها إني هبات في الشقة لوحدي وهروح لهم
يوم الجمعة أخدهم بالعربية ونروح، ولو والدي سارة فضلت تعبانة هنوديها للدكتور. وفعلا سحر أخدت سارة وراحت لوالدتها، وأنا رجعت من الشغل اتغديت وقعدت في الشقة، ودي كانت أول مرة أبات فيها لوحدي من ساعة ما اشتريناها. أنا كنت متعود أسهر يوم الخميس وأتأخر في النوم أتفرج على فيلم أجنبي، كان عشقي أفلام الرعب. أنا ظبطت سهرتي وقعدت أتفرج على فيلم كان أول مرة يتعرض على التلفزيون، كنت مستنيه بقالي كتير. كان بيحكي عن بيت مسكون وناس بتروح تسكن فيه وبيتعاملوا مع أشباح البيت. الفيلم ده كان هيتعرض الساعة 12 بعد نص الليل. ظبطت السهرة اللب والسوداني وحطيت براد الشاي على البوتاجاز عشان أعمل لي كوباية، وفعلا عملت الشاي وبدأت أتفرج على الفيلم. عدى منه حوالي نص ساعة، كان فيلم حلو جدا، بس فجأة شميت ريحة شياط جاية من المطبخ. استغربت جدا، خصوصا اني متأكد ان قفلت عين البوتاجاز، بس دخلت بسرعة لقيت البراد على النار وما فيهوش اي مية وبدأ انه يسيح. شلت البراد بسرعة ورميته في الحوض، حمدت ربنا ساعتها انه مولعش، بس انا كنت متأكد اني شلت البراد من على النار، بس ساعتها شكيت في ذاكرتي، قلت يمكن عشان بس متحمس للفيلم. المهم قفلت النار ورجعت عشان اكمل الفيلم، بس بعدها بربع ساعة شميت ريحة شياط تاني. قمت بسرعة من على الكنبة جري ودخلت المطبخ. لما دخلت استغربت جدا من اللي شفته، انا لقيت البراد على البوتاجاز والنار شغالة. لا ده كده يبقى فيه حاجة غلط، انا متأكد مليون في المية اني طفيت النار وحطيت البراد في الحوض، بس رجع تاني ازاي؟ شلت البراد تاني وحطيته في الحوض وقفلت البوتاجاز، وزيادة في الامان قفلت محبس الغاز العمومي. بعد كده خرجت اكمل الفيلم وانا حاسس بقلق، ما هي برضو حاجة مش طبيعية. بس بعد اقل من خمس دقايق وفجأة لقيت النور قطع. طبعا بصراحة انا اتخضيت، حط نفسك مكاني، قاعد بتتفرج على فيلم رعب ويحصل معاك كده موقف البراد وفجأة النور يقطع، ودي كانت اول مرة النور يقطع فيها من ساعة ما اخدنا الشقة. قمت من مكاني بسرعة وولعت كشاف الموبايل، دخلت المطبخ عشان اولع شمع. المطبخ كان موجود في اخر ممر طويل، فيه أوضة نومي وفيه الحمام الكبير وفي اخره المطبخ. وقفت ادور على الشمع وانا منور بكشاف الموبايل، دورت شوية لحد ما لقيته لاني ما كنتش اعرف مكانه. ولعت شمع بالولاعة بتاعتي وطفيت كشاف الموبايل ولفيت عشان اخرج من المطبخ واقعد في الصالة. بس وانا خارج واول ما عديت من قدام باب الحمام حسيت بطيار هوا قوي جدا خارج منه، ومن قوته طفى نار الشمعة. كمان لمحت في الضلمة، او يعني حسيت بحاجة بتخرج بسرعة من الحمام وبتدخل أوضة النوم. طبعا انا اترعشت من الخوف، التليفون ساعتها وقع من ايدي، مديت ايدي بسرعة في جيبي وطلعت الولاعة ونورت الشمعة تاني. من كتر احساسي ان في حد معايا في الشقة دخلت أوضة النوم وبصيت فيها، بعدين استغربت من نفسي جدا، ايه اللي انا بعمله ده؟ هو الفيلم هيأثر عليا ولا ايه؟ قلت في بالي بلاش جنان ياض يا اسماعيل، عيب عليك، ده انت راجل كبير ومهندس.
ما تسيبش الوهم يخطفك، وعشان ما يبقاش في اي حجة لنفسي قفلت باب الحمام وقفلت باب اوضه النوم وخرجت بره، قعدت في الصالة وحطيت الشمعة قدامي، ولعت لي سجارة وبدأت ألعب في الموبايل. اندمجت جدا في اللعبة، ومع نور الموبايل واللي كان ضارب في عيني ونور الشمعة لمحت حاجة غريبة جدا. لمحت ظل ظهر على الحيطة اللي قدامي. طبعا انا قلبي وقع في رجلي حرفيا لما لمحت الظل ده، وخصوصا انه اختفى بسرعة وكأني في حاجة عدت من قدام الشمعة بسرعة. انا انتبهت وبصيت حواليا، بصيت وانا حاسس ان في حاجة مش مظبوطة، بس قلت برضو في بالي اكيد ده وهم وبلاش اسلم له دماغي. وقعدت كملت لعب على الموبايل وانا مترقب اي حاجة تانية تحصل. عدى بعدها حوالي 5 دقايق، اندمجت انا في اللعبة تاني. فجأة سمعت صوت نفس جنب ودني الشمال. اول ما سمعت النفس بصيت على شمالي بسرعة، بصيت وانا قلبي بيدق من الخوف، بس اول ما بصيت شمالي حسيت بان حد نفخ في ودني اليمين. انا ساعتها اتنطرت من مكاني وانا بترعش، بقيت ابص حواليا وانا خايف، بس في اللحظة دي لقيت تليفوني بيرن. طبعا انا من الخضة حسيت ان صدري وجعني، خصوصا ان رن تليفوني صوتها عالي. بصيت في الموبايل لقيتها سحر مراتي، رديت عليها وانا بحاول امسك نفسي. صوتها كان متغير، قالت لي ان والدتها تعبانة وهي مش عارفة تتصرف. بيني وبينك يا استاذ رأفت، انا حسيت ان ده طوق نجاة علشان انزل من الشقة. قفلت المكالمة مع سحر وغيرت هدومي بسرعة واخدت بعضي ونزلت جري من الشقة وانا حاسس اني استريحت لما نزلت. رحت عند بيت سحر، عند بيت والدتها، اخدتها ونزلنا للدكتور. التشخيص بتاعها كان عبارة عن نزلة معوية حادة. الدكتور قال ان ياريت ما تسيبوهاش لوحدها في البيت ونبقى معاها نراعيها لحد ما تسترد صحتها. خرجنا من عند الدكتور وجبنا العلاج ورجعنا على بيت حماتي. طبعا انا اتفقت مع سحر اني هبات معاها اليوم ده عشان خلاص احنا كنا وصلنا للساعة 3:30 الفجر، ولما نصحى نبقى نشوف هنعمل ايه، لان كان في اقتراحين: اما ناخد حماتي شقتنا تقعد معانا 2-3 اسبوع، اما نجيب هدومنا ونقعد احنا معاها. واليوم ساعتها خلص ودخلنا ننام. انا في العادي ما بحلمش بحاجة، ولو حتى حلمت ما كنتش بفتكر الحلم بتاعي، بس في اليوم ده حلمت باكتر حلم مزعج حلمته في حياتي. حلمت اني نايم في مكان ضلمة جدا، والهواء اللي فيه كان تقيل جدا. كنت حاسس بانقباض في قلبي واني مش قادر اتنفس، وفجأة ضرب نور احمر قوي جدا في المكان، نور احمر بلون الدم، عشان اكتشف ساعتها اني واقف في شقتنا. كنت واقف في الصالة، كنت شايف بعيني حاجات مرعبة جدا. الحيطان بتاعت الصالة كانت بتنشع دم، الدم كان مطرطش على الكنبة والتلفزيون. انا كنت حاسس بالخوف الشديد. بعدها بدأت اسمع صوت خبط جاي من اوضه النوم بتاعتي. كان صوت خبط ورا بعضه وكأنك بتدق حاجة بشاكوش. انا بدأت اتحرك من الصالة وامشي ناحية اوضه النوم. اتحركت ببطء شديد زي ما اكون ماشي في مية. قربت من باب اوضه النوم
لقيت هناك لقيت راجل شكله مخيف جدا، كان واقف على كرسي في نص الأوضة وبيدق حاجة شبه المسمار كده في السقف. أول ما شافني بصلي في عينيا جامد، وفجأة وبدون أي مقدمات راح ضربني في دماغي بالشاكوش. أنا من قوة الخبطة حسيت بدماغي بتوجعني جدا. لما صحيت من نومي وأنا لسه دماغي وجعاني، كنت حاسس بألم شديد فيها، لكني حاولت ما بينش أي حاجة ولا إني أحكي أي حاجة لسحر، كفاية اللي هي فيه. نزلت يومها صليت الجمعة وقعدنا مع بعض شوية، وعدى اليوم هادي جدا من غير أي مشاكل أو أحداث مش طبيعية. وعلى بالليل سحر قالت لي إنها هتاخد والدتها عندنا في الشقة علشان شغلي ما يبقاش بعيد قوي عن البيت، وكمان هيبقى هناك البواب اللي في العمارة، فمش هتبقى مضطرة إنها تنزل تجيب أي طلبات وتسيب والدتها لوحدها. وفعلا يوم السبت حضرت هدوم والدتها وقفلنا شقتها وركبنا عربيتي وطلعنا على شقتنا. لما وصلنا العمارة سمسير كان متعلق في الدور بتاعنا، دورت على البواب ملقتهوش، فقررت اني اطلع على السلم واجيب الاسانسير احط فيه الشنط وحماتي تطلع فيه. بس لما طلعت سمعت صوت طالع من شقتي، كان صوت عالي جدا. فتحت الباب ودخلت جوه، لقيت التلفزيون شغال وصوته عالي. أكيد أنا نسيت أفصل الكهرباء عنه لما كان النور قاطع، ولما الكهرباء رجعت اشتغل لوحده. ساعتها طفيت التلفزيون، كنت لسه هخرج من باب الشقة، لمحت حاجة وقفتني في مكاني. لمحت الشمعة واللي كنت مولعها كانت محطوطة على الترابيزة مطرح ما سبتها. الغريب والمرعب في الموضوع إني لقيتها منورة ومش سايحة، زي ما أكون لسه مولعها حالا. معقولة أكون نسيتها ومطفتش النار قبل منزل؟ طيب ولو ده حصل، معقولة تكون لسه مسحتش ووقفة سليمة زي ما هي؟ وقفت شوية وأنا مستغرب. ساعتها لقيت سحر مراتي بترن على الموبايل بتاعي. فوقت لثواني من التفكير وطفيت الشمعة ودخلتها المطبخ وأخدت الأسانسير ونزلت، حطيت الشنط وحماتي ركبت وطلعنا. وإحنا في الأسانسير لقيت سحر بتقول لي: مالك يا إسماعيل، أنت متغير كده ليه؟ مفيش حاجة، عادي يعني. قلت لها كده وسكت، مرضتش اني احكي لها على الحاجات الغريبة اللي بتحصل في الشقة دي عشان مخوفهاش. ودخلنا شقتنا وغيرنا هدومنا. سحر مراتي حضرت لنا عشاء، وحماتي دخلت تنام في اوضة السارة، وانا وسحر دخلنا اوضتنا عشان ننام. الساعة بقت 11 بالليل وأنا عندي شغل الصبح. بعد ما رحنا في النوم وحوالي الساعة 1 بالليل سمعت صوت جاي من الصالة، كان صوت ضحك عالي. أنا استغربت جدا، قمت ساعتها من نومي بصيت على سحر لقيتها نايمة جنبي. معقولة تكون حماتي صحيت وقعد بتتفرج على التلفزيون؟ وقمت من على سريري بالراحة من غير ما صحي سحر. خرجت للصالة لقيت سارة بنتي قاعدة في ركن الأوضة وهي بتضحك وقدامها لعبها. أنا
أنا قربت منها وأنا مستغرب. سألتها: أنت صاحية دلوقتي ليه يا سارة؟ وإيه اللي طلعك من أوضتك؟ بصيت لي سارة في براءة وقالت لي: كنت بلعب مع مروان. مروان؟ مروان مين يا حبيبتي؟ الولد اللي ساكن في الحيطة دي. قالت لي كده وشاورت لي على الحيطة اللي جنب الشباك الكبير. أنا عارف إن سارة خيالها واسع وعندها أصحاب خياليين. طبطبت عليها وأخدتها في حضني، قلت لها: أنت لازم تنامي يا حبيبتي أنت ومروان عشان الوقت اتأخر. وشلتها من مكانها ورحت أدخل بيها أوضة النوم بتاعتي عشان تنام جنبنا أنا وأمها. بس قبل ما أتحرك من الصالة قالت لي: استنى يا بابا، هعمل باي باي لمروان. وبصت على الركن اللي كانت قاعدة فيه وقالت: باي 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 يا مروان. فابتسمت لها وانا بقول معاها: باي يا مروان، روح نام بقى. كنت لسه هدخل الأوضة لمحت عربية بلاستيك من لعب سارة. العربية كانت بتتحرك قدام عيني لوحدها حوالي 5 أو 6 سنتي. أنا وقفت مذهول من الموقف، بس مرضتش أعمل أي رد فعل عشان مخوفش سارة. بس هي ضحكت بصوت عالي وقالت لي: بابا، مروان بيعمل لك باي باي. حاولت ساعتها إني أتصرف طبيعي، أخدتها ودخلت أوضتنا. أول ما دخلت جنبي نامت، وأنا فضلت صاحي بفكر في اللي بيحصل ده. أكيد في حاجة مش مظبوطة، كمية الأحداث دي مرعبة. أنا كنت نايم ومدي ظهري لسارة، حسيت ساعتها إنها بتحضني من ظهري. ابتسمت وأنا فرحان ببنتي اللي بتتحامى فيا. بس فجأة بدأت أحس إني قبضت إيديها بتتقل على ظهري، وفجأة لقيت إيديها طولت ولفتها كلها حوالين ظهري وبطني. حاولت إني أتحرك من مكاني وأبص عليها، بس هي كانت أقوى مني بكتير، قدرت تكتفني في مكاني. أنا فجأة حسيت بنفسها جنب ودني، كنت سامع صوت نفسها في ودني. أنا كنت خايف حتى ألف وأبص عليها. فتح بقها واتكلمت، بس ما كانش بصوتها الطفولي، اتكلمت بصوت خشن وتخين. الصوت كان قاسي جدا وقوي. اتكلمت وقالت لي: امشي من هنا وإلا هتموتوا كلكم، مش مسموح لكم انكم تفضلوا موجودين هنا. ساعتها انا صرخت من الرعب، ومن قوة صرختي صحيت من النوم. انا مش فاكر انا نمت امتى ولا نمت ازاي. كنت حاسس ان كل الاحداث دي دخلت في بعضها لدرجة اني مش قادر احدد الفرق بين الواقع والحلم. بصيت في الساعة لقيتني متأخر على شغلي. لاحظت ساعتها اني سارة مش موجودة جنبي. صحيت سحر وسألتها على سارة، قالت لي: سارة؟ يعني ايه سارة فين؟ ما هي نايمة جنب ماما. لا دي امبارح جت تنام جنبنا بالليل. قامت سحر من مكانها وراحت اوضة سارة، وبعدها رجعت قالت لي: سارة نايمة جنب ماما. ساعتها انا اطمنت، لبست هدومي ونزلت شغلي. لما روحت بالليل
كانت سحر متغيرة شوية، كان باين عليها إنها متغيرة. سألتها مالك لكنها طبعا ما ردتش عليا. أنا كنت بكلمها طول النهار، كلمتها 4 أو 5 مكالمات وكانت طبيعية جدا وما فيهاش حاجة، بس لما ضغطت عليها اضطرت إنها تحكي لي. قالت لي بعد انت ما نزلت على طول دخلت كان من نومي، بعد ما رحت في النوم سمعت صوت مية جاية من الحمام، فاستغربت وقمت عشان اشوف في ايه. خبطت على باب الحمام واتفاجئت ان انت اللي بترد علي. سألتك هو انت ما نزلتش، بس ما حدش رد علي، فخبطت تاني وما حدش رد، فمديت ايديا وفتحت الباب، لقيت الحمام فاضي بس الدش شغال. استغربت جدا وقفلت الدش. بعد كده خرجت من الحمام ودخلت المطبخ عشان اعمل فطار، بس قبل ما ادخل المطبخ لمحت حاجة زي ما يكون كده، واحدة ست خرجت من الحمام بسرعة وجريت على أوضة النوم. أنا اتفزعت جدا وخفت. دخلت أوضة النوم لقيتها فاضية، بس أنا فضلت خايفة طول النهار. ومن بعدها وأنا حاسة إن في حاجة مش مظبوطة يا إسماعيل. أنا حاولت أطمنها وفهمها إن دي كلها تهيؤات وإن مفيش حاجة وإنها ما تقلقش، مع إني أنا كمان كنت خايف. ولما جه وقت الغدا وإحنا قاعدين على الغدا، حماتي كانت بتهزر مع سارة، كانت بتقول لها إن أنت طول الليل بتخبطيني وأنت نايمة وإنها مش هتنيمها جنبها تاني. فأنا قلت لها بهزار ما تقلقيش يا حماتي، انا ريحتك منها طول الليل وكانت نايمه في حضني. لقيت حماتي ساعتها بتبص لي باستغراب، قالت لي ازاي يا ابني ده انا طول الليل صاحيه وساره ما اتحركتش من مكانها. ازاي يا حماتي، ده انا صحيت لقيت ساره بتلعب في الصاله على الساعة 1 كده، فأخدتها ودخلت أوضتنا. ساعتها حلفت حماتي بالله إن سارة ما اتحركتش من مكانها، فبصيت لسارة وقلت لها حبيبتي هو أنت مش جيتي نمتي في حضني بالليل؟ ردت البنت عليا وقالت لي لا يا بابا. طيب ما انتش فاكرة لما عملنا باي باي لمروان؟ ساعتها لقيت البنت اتخضت ووشها قلب الوان، قالت لي هو انت شفت مروان؟ سحر ساعتها سألتها مروان مين يا سارة؟ ده يا ماما ولد وحش قوي بيطلع بالليل من الحيطة دي وبيخوفني وعاوز يلعب معايا بالعافية، وأنا ببقى خايفة منه علشان عنده خرم هنا. قالت كده وشاورت على صدرها، فبصينا لبعض أنا وسحر. في اللحظة دي سمعنا كلنا صوت حاجات بتتكسر في المطبخ. الصوت ده كان عالي جدا وبطريقة مرعبة. طلعنا نجري على المطبخ علشان نشوف ايه، بس قبل ما ندخل الممر اللي المطبخ في اخره النور قطع. ساعتها اتسمرنا في مكاننا انا وسارة. بعدها سمعنا صوت عياط طفل صغير جاي من اوضة النوم. الصوت كان واضح جدا وبطريقة مرعبة. أنا
ولعت كشاف الموبايل وقربت من اوضه النوم. بس قبل ما ادخلها لمحت طفل صغير طالع من الاوضه وبيجري على الحمام. كان في سكينه مرشوقه في صدره. انا من الرعب والخوف الموبايل وقع من ايدي على الارض. حسيت ساعتها اني متخشي بمكاني. فانا سمعت صوت صحر مراتي وهي بتصرخ بصوت مكتوم وهي حاطه ايديها على بقها من الخوف. وقبل ما نتحرك احنا الاثنين لقيت النور رجع تاني. بس اول ما النور رجع قلبنا وقع في رجلينا من الخوف. لاننا لقينا حيطان الصاله والعفش كله غرقان بقع دم ناشف. انا ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. انا كنت واقف بترعش مرعوب من المنظر. وفي ثانيه اتمالكت نفسي قلت لسحر: بقول لك يا سحر، احنا ملناش قعد في الشقه دي مش اول حاجه غريبه تحصل فيها. انتهي على امك وعلى ساره ويلا بينا ننزل. في اللحظه دي سمعت صوت ساره بنتي بتصرخ. جرينا انا وسحر لقط السفره. لقينا ساره واقعه في الارض قدام باب الاوضه وهي بتعيط. كانت بتشاور على ركن الاوضه وبتترعش جامد. رفعنا عنينا مطرح ما كانت ساره بتشاور. لقيت حماتي طايره في الهواء. ايوه والله يا استاذ رأفت، الست الكبيره اللي معديه 50 سنه المريضه كانت طايره في الهواء. شعرها كان متناقش، عينيها كانت بيضه تماما ما فيهاش نني اسود. اتكلمت ساعتها بصوت غير صوتها، صوت خشن وتخين. قالت: انا بأمركم انكم تسيبوا الشقه دي وتمشوا فورا، انتوا غير مرحب بيكوا هنا، ده مكاننا ومش هنسمح لكم تعيشوا فيه. قالت كده وصرخت صرخة قوية جدا. من قوة الصرخة والصوت الإزاز الشقة كله فرقع واتكسر. الكوبايات وإزاز الشبابيك ودورة في النيش، ده حتى إزاز ترابيزة السفرة فرقع. بعدها حماتي وقعت من مكانها على الأرض. أنا جريت عليها وشلتها، وسحر أخذت سارة وطلعنا نجري من الشقة بهدوم البيت. ركبنا العربية وطيران على شقة حماتي. كنا مش مصدقين اللي حصل. إيه اللي إحنا شفناه ده؟ حماتي فضلت نايمة طول الليل ما صحتش. وأنا كلمت السمسار اللي جاب لنا الشقة، سألته على تاريخ الشقة، قال لي انه ما يعرفش تاريخها بس كان معاه رقم الحاج عواد صاحب الشقه. فاخدت منه الرقم وكلمت الحاج عواد، حكيت له على كل اللي حصل. رد عليا ساعتها وهو في منتهى الهدوء وكاني ما كنتش بحكي له على فريد. قال لي ان الشقه دي كانت بتاعة ابنه، وإن ابنه ده كان مدير حسابات في شركة كبيرة، كان متعود يضارب بكل فلوسه في البورصة، وفي يوم اكتشف إنه خسر كل ثروته، ما كانش عارف يعمل إيه ساعتها، عقله خف من الخسارة دي، وفي لحظة يأس قتل مراته وابنه مروان وانتحر. في الشقة دي عشان كان خايف ما يعرفش يصرف عليهم. أنا أول ما سمعت اسم مروان افتكرت كلام سارة على طول على الولد اللي اسمه مروان
اللي بيخرج من الحيطة، وبعدها ورث الشقة دي وباعها عشان ما تبقاش ذكرى تفكروا بموت ابنه الوحيد. انا ساعتها اتخانقت مع الراجل في التليفون، قلت له اني عاوز ارجع الشقة دي، بس هو رفض، قال لي انه اتبرع بفلوس الشقة كصدقة على روح ابنه. ما كنتش عارف اتصرف ازاي. عدت اسابيع والشقة مقفولة، لحد ما واحد اقترح عليا انه يجيب شيخ في الشقة يمكن يقدر يطرد اللي فيها. وفعلا جبت شيخ وطلعنا الشقة. الشيخ بدأ انه يرش مية بملح خشن وولع بخور وقرأ قرآن، بس للأسف في لحظات لقينا الشقة حرفيا بتتكسر على دماغنا. بدأنا نحس بوجود تقيل أو في الشقة. بدأ الشيخ يعلف صوته ويقرأ آيات التحصين اللي بنسمعها في الرقية الشرعية، بس قبل ما يبدأ في القراءة فجأة النور قطع. الشقة كلها غرقت في الضلمة، ضلمة قوية جدا. كنت لسه هتحرك من مكاني، سمعت الشيخ بيصرخ بصوت عالي، سمعت صوت ضربه وتكسير جامد جدا. بعد شوية النور اشتغل تاني. ساعتها انا لقيت الشيخ مرمي في الصالة ومش قادر يتحرك. حاولت ان اسنده، اخدته ونزلنا من الشقة. ساعتها الشيخ نصحني، قال لي ان الحضور اللي موجود فيها تقيل جدا، لانها ارواح ناس ساكنة في الشقة مش مجرد جن، وانه مش هيقدر يطردهم منها او يطهر الشقة منهم. نصحني وقال لي اني احاول ابيع الشقة وما ادخلهاش تاني. ومن ساعتها يا استاذ رأفت والشقة مقفولة، وانا ومراتي وبنتي عايشين عند حماتي هنا، مش عارف اتصرف ازاي. خايف اعرضها للبيع واللي يشتريها ابقى ازيته واجيل ذنبه، ومش عارف استفيد منها خالص. ده حتى جيراني في العمارة سابوا شوائهم وعزلهم بعد الرعب اللي شافوه من الشقة، وخصوصا بعد ما البواب بتاع العمارة جات له حالة نفسية وانتحر هو كمان. هي دي حكايتي مع شقة الهرم الملعونة. من ساعتها مش عارف اتصرف ازاي. خلص الاستاذ اسماعيل كلامه. انا كنت شايف الحزن والاسى باين على وشه ووش مراته المدام سحر. ساعتها قفل رأفت زميل التسجيل والكاميرا، قال لي ربنا يخلف عليك يا استاذ اسماعيل ويعوض عليك في فلوسها، وان شاء الله تلاقي حل. بعد كده اخدني رأفت ونزلنا، واحنا في العربية لقيت رأفت بيقول لي ايه يا عم اسلام، ايه رأيك؟ لسه برضو مش مصدق في موضوع اذى الجن حتى بعد اللي سمعته ده. فهزيت له راسي وقلت له للأسف برضو لا. فابتسم رأفت وقال لي طيب عموما ممكن تغير رأيك بعد ما نروح سوا المشوار التاني، اصل في رسالة جات لي من واحد من المتابعين، جهز نفسك بقى عشان هنزورهم قريب، بس بعد ما خلص كتابة التحقيق بتاع الحالة دي. بصيت له ساعتها بتحدي وقلت له وانا جاهز رأفت. تمت.